لا يعرف وزيراً ولا مسؤولاً عند الخطأ، ولا يهمه منصبه ولا درجة قرابته، ولا يهمه إن كان من صلبه حتى. وما فعله بابنه عدي كان خير دليل. هذا هو صدام حسين الميت الحي الذي لا تزال قصصه تروى حتى يومنا هذا. في عام 1989 اكتشف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أحد الوزراء في الدولة العراقية بأنه كان يقوم بضرب والده ويبصق عليه مستغلا سلطته ونفوذه ومتناسيا حقوق الوالدين. وعندما توفي والد هذا الوزير اعتقد الجميع بأنها وفاة طبيعية، ولكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق، فقد مات والد هذا الوزير بسبب ضربه المستمر من قبل ابنه والذي كان وزيراً في الدولة العراقية. وعندما أرسل صدام حسين تعزية لوالدة الوزير كتبت على نفس الورقة سبب وفاة زوجها وطلبت إيصالها للرئيس صدام. وعندما قرأها الرئيس صدام وعرف بأن هذا الوزير كان يضرب والده دون رحمة وحتى أنه كان يبصق عليه انفجر غضباً وأمر على الفور بإحالة الوزير فوراً إلى التحقيق وأمر بعزله من منصبه. وقد قام الرئيس بنشر قصته بين وزرائه وبين المسؤولين ليكون عبرة لهم جميعاً حتى لا يتجرأ أحد منهم على تكرار ما فعله هذا الوزير مع والده. فقد أوضح صدام في تسجيل صوتي مع وزرائه وقادة جيشه عن هذه الحادثة، وبنى كلامه على أن الناس على دين ملوكهم، فلو شاهد العراقيين تصرفات هذا الوزير سيقومون بتقليده بلا شك، حسب ما قاله صدام بالتسجيل الصوتي.